رايتم في مملكه البحرين، وتمناكم طبعا ان شاء الله السباقات الموفقه. الهدف طبعا من بطوله بارح، الكل يعني عارف هاي بطوله بارح صار لها 19 سنه واحنا نقيمها ما شاء الله. اخواني اللاعبي وإدارية الفرق المشاركة واخواني الحكام ومديري السباقات، يسرنا ان نرحب بكم ايها الترحيب في ختام بطولة المعركة الدولية 19 للشراكة